حالة بؤس وشقاء تعيشها قدرية من مدينة سوغر ولاية تيارتا وابنتيها بعد احتراق منزل كان يؤويها رفقة عائلتها ووفاة زوجها. أنا كنت مستورة في هذه الدار وكوزينة دويرة وكوزينة وكنت الحمد لله مايش ملكي ولا لا غبزة معليش كنت مستورة وداخلة تحتها كي تحرقت والآخر سلكت غير من قدرة ربي سبحانه أنا وليداتي لو كانت تحرقنا فيها راجي مسكين الله يرحمه ثاني وصلك غير بالآخر في نفس النهار اللي تحرقت داري في نفس النهار اللي توفى مسكين تحرقت سكنة قدوة من ذاك صباح راجلها ميت خلاني في مسؤولية كبيرة عليا ما تقتلهاش مانيش طايقة لهذا المسؤولية تاع هذا الشيرات ما تقتلهمش مانيش طايقة لهم ماني طايقتهم يتغبنوا قدامي ما تقتلهم به نعوض لهم كما بيهم وامهم مانيش طايقة. قدرية تناشد السلطات المحلية والمحسنين من أجل توفير مسكن لها يؤويها وابنتيها. زوج بنات واحدة عندها 5 سنين واحدة عندها عام وعشر شهر واحدة تدخل سنة تقرأ واحدة عندي الحليب وليكوش وما عندي حتى مقدور ليهم نطلب من السيد الوالي ولاية تيارت ورئيس بلدية سوغر يشوف في حالتي لا يقبل عنده بنيات غير زوج ما عندي ليهم حتى طاقة ما عندي مدخول ما عندي باش نعيشهم الحليب ليكوش معيشة الذراري وصرتوقع أنا قال لي راهي همتني يشوفوا في حالتي يعطوني سكينة غير ونقري بنتي اللي باغي في خاطر ربي يستر هذا البنت يسترها يدرق لهذا السمش يدرق لي هذا البرد اللي داهم فيها مهم يسترها بحاجة قليلة مانيش نقول يسرى. الحصول على سكن لائق يقي حر الصيف وقر الشتاء هو حلم قدارية وابنتيها الذين ينتظرون تحرك السلطات أو المحسنين لانتشالهم من وضعهم المسري.